entraîneur, Raf Enorki, inspecteur à la jeunesse sport, directeur de la salle ouverte, entraîneur de l'équipe RCO, directeur technique et entraîneur de l'équipe RCO Basket, entraîneur national, deuxième degré judo international. L'équipe, je l'ai pris en charge, ça fait maintenant c'est 2 ans, sur la formation des jeunes ainsi que l'équipe senior. La formation des jeunes sur des objectifs tracés à long terme. À long terme, lorsqu'on dit à long terme, si on dit à long terme, c'est que la moudet se. حقبة ديال 4 سنوات إلى حد 8 سنوات. هنا الآن عندنا العدد ديال الأطفال اللي موجودين عندنا في المدرسة ديال كرة السلة اللي هي تتعدى تقريبا 50 طفل وطفلة. الأعمار ديالهم كتكون ما بين 98 حتى 2003. هذا هو الهدف اللي كنت صرحت به، أنه أولا أن الفريق عنده بعد نظر أنه من هنا لواحد 4 سنوات يكون عندنا الفريق اللي يقدر يكون في القسم الوطني الاول، وما يحتاجش انه يجلب اي لعيب اللي غيقدر يكلفوا اموال باهظه يعني من خارج مدينه وجده. بالنسبه للفئات الاخرى، فئه الفتيان وفئه الشبان، عندنا ما يفوق 35 ما بين الشباب والشبان والشابات، مع العلم ان الفريق ديال الميني باسكيت خد البطوله الوطنيه السنه الخالفه لموسم 2009 2010، خد الميداليه الذهبيه. المشاركه ديالو في البطوله الوطنيه للشباب اللي ضبطها وزاره الشباب والرياضه، والان هو متصدر بالمجموعه اللي غادي ان شاء الله تلعب الدوره الثانيه، وتلعب بطوله ديال القسم الوطني يعني الفئات الصغرى ديال البطوله الوطنيه التابعه للجامعه الملكيه المغربيه لكره السله. بالنسبه نرجعوا للفتيان والفتيات والشبان والشابات، عندنا 35 شاب وشابه، ولحد الان كنستقطبوا مازال كنديروا التسجيل ديالنا ديال اللاعبين. هناك بعض الفوارق فيما يخص المسائل التقنيه سو نيفو تكنيك شاك جوار، ولكن حنا لوبجيكتيف ديالنا والهدف ديالنا هو العمل على لا ديفلوبمون دو لا تكنيك اي دي زافيسي ديال هاد الشباب وهاد الشابات هاد. بالنسبه للفريق الكبير، يعني الفريق الكبير عندنا فريق الان الحمد لله مكتمل من جميع المراكز، التدريب الحمد لله غاديه في نطاق يعني المعقول ونطاق ديال تحقيق اهداف. من بين هاد الاهداف هي ان شاء الله الهدف الاول ديالنا واللي تصدرنا مع نفسي، وهي اللعب لاجل الوصول الى مباريات السن، هذه اولا. ثانيا العمل على تاهيل الفريق لمده سنه ولا سنتين اللي كله يكون في القسم الوطني الاول. بالنسبه لسكي ماتيريال تكنيك، الحمد لله الفريق كما كتشوفوا يحتوي على تقريبا 45 ديال الكرات، زائد كل ما هو يتعلق بالمسائل التجهيزيه اللوجستيكيه ديال الفريق، فنقسموا السير مؤخرا الحمد لله. كنشكر قناه لو سيت مشكل سيتي بوان نت على الاستضافه ديال لينا، وكنشكروا الاخ دوري على الاستضافه ديالو، وشكرا. غير قلت لك بني درار عندكم ايضا واحد النواه بني درار ما تكلمتناش عليها. بالنسبه لبعض الفريق كاين في بني درار، لان هذا نداء الناس ديال السلطات المحليه وهذا، ان عندنا فريق ديال مدينه بني درار كيجي كل جمعه كنعملوا على التلقين ديالو بشراكه مع المكتب المسيري الفريق الموليه، وكنصر عليه انا شخصيا كمدير تقنيه الفريق. هذا الفريق يحتوي على 12 لاعب، وهما الان كيطالبوا ان عندهم العدد وعندهم اللي كيزيد. انا نداء كنقول للناس السلطات انهم غادي حنا نتصلوا بهم بطريقه اداريه عن طريق المكتب المسيري ديال الفريق المديريه، وغادي نحاولوا نشوفوا مع اولياء اباء التلاميذ ديالهم
غادي نشوفوا مع رئيس المجلس البلدي العمل على خلق فريق فريق داخل مدينة بنيدران، والعمل على الوقوف على التجهيزات الرياضية داخل مدينة بنيدران، لأن على ما كنشوف وكتشوف سيادتكم على أن العناصر كاينة الحمد لله في مدينة بنيدران وعندهم رغبة، وهما عندهم رغبة كبيرة وكبيرة جدا أنهم باغي يحققوا شي حاجة في ميدان بوكسلاو، والنداء ديالهم كان ليا وأنا كنديروا عندي لخانة المركز ديالكم سيدي.